مديرية التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع تقدم حماة العراق. حضرات السادة المشاهدين، أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حماة العراق. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، صار لك يوم هنا كل الهلا كل الهلا. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. أنت شنو؟ تدفع بالعربانة؟ أنا خليها عادي. عفوا سيد. يعني اللي قدم نفسه للعراق هذا تقطعون شلون القطارات به؟ يعني شلون يراجع لوحده ودخل داعش وشلون؟ أريد يتشكل مجلس حقيقي على اللي قطع راتبه وهو يدري بيه بهذا الحال. موجود سيدي بالحاسبة، موجود معوق. وأنت قدمت نفسك للعراق. الله يرحم والدي سيدي، ما قصرت كليتكم والله. نحن ندري من نصاكم ما تقصرين. لا احنا من راتبك يوقف شهر احنا مقصرين سيدي، ما بس من توصلني هاي الحالة لا راتبك يرجع، وكل خدمة بإمكاننا أن نقدم لك إياها والله سيدي تجيك إن شاء الله. راح أرجع بس أريد الأطراف، سجلوا لما الأطراف الصناعية لمديرة الأمور الطبية ويكملوا الأطراف الأولية، بعدين يبدوا بالثانوية الزيانة اللي ممكن أن تنقل بها حسب تقرير اللجنة الطبية. أنت ما حد يقصر وياك والله سيدي، كلكم ما تقصرون. توجيهات السيد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، الاهتمام بالجريح وبعوائل الشهداء، هاي توجيهاته مستمرة. راتبك يجيك، كل رواتبك تنصرف، كل الحالات اللي شبيهة لهاي الحالة ينطبق عليه نفس الشيء. برعاية أبوية استقبل وزير الدفاع السيد عرفان محمود الحيالي المقاتل الجريح النائب ضابط عباس مهدي إبراهيم، أحد أبطال قيادة عمليات نينوى، والذي أصيب أثناء معارك تحرير الموصل مما أدى إلى فقد الساقين وأصابع يده اليسرى، وأمر سيادته بصرف جميع مستحقات الجريح البطل المتأخرة وتشكيل لجنة تحقيقية تقصر من كان سبب في تأخير مستحقاته السابقة. استقبل وزير الدفاع السيد عرفان محمود الحيالي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء التباحث حول تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي بخصوص جرائم داعش الإنسانية، حيث استعرض السيد الوزير الانتهاكات والجرائم البشعة التي ارتكبتها العناصر الإرهابية في المناطق التي كانوا يسيطر عليها، وأكد على ضرورة تقديم مجرمي داعش إلى العدالة لينالوا جزاء أعمالهم. الغرض الأساسي من هذه الزيارة هو تنفيذا لقرار مجلس الأمن الذي اتخذ باستحداث آلية لتكوين فريق تحقيق مستقل يعمل على مساعدة الحكومة العراقية لجمع الأدلة والتحقيق في الجرائم التي ارتكبها داعش. طبعا هذا الفريق، فريق التحقيق المستقل، سيعمل مع القضاء العراقي، مع سلطات القضاء القضائية العراقية، ومع أيضا السلطات العراقية لضمان تنفيذ هذه الآلية بغية الوصول إلى الأدلة التي تمكنهم وتمكن السلطات العراقية من إدانة هؤلاء داعش على الجرائم التي ارتكبوها وتقديم المحاكم. بحضور رئيس أركان الجيش، احتفلت جامعة الدفاع للدراسات العسكرية باستقبال دورتي الدفاع الوطني والحرب الرقم 22، وحضر الحفل عدد كبير من القادة والضباط، وأبدى توجيهاته القيمة التي من شأنها أن تحفز المشاركين في الدورتين لبذل المزيد من العطاء لكسب العلم والمعرفة للارتقاء بالمؤسسة العسكرية. حضر السيد رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي
الإجازة الأسبوعي لمديرية الحركات العسكرية وبحضور معاونيه وضباط هيئة الركن في الرئاسة، واستمع إلى الإيجاز المقدم من قبل مديرية الحركات العسكرية وممثلي قيادات الأسلحة والدوائر حول آخر التطورات الأمنية وتفاصيل العمل التعرضي. وأكد سيادته على ضرورة استمرار عملية البحث والتفتيش والتطهير في كافة قواطع العمليات، وعدم إعطاء الفرصة للخلايا النائمة بإعادة نشاطها ومعالجتها لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد. كما أكد على ضرورة تأمين الطرق وحماية الزائرين من قبل القطاعات العسكرية وحسب قواطع المسؤولية في الذكرى السنوية لاستشهاد الإمام موسى الكاظم عليه السلام. استقبل رئيس أركان الجيش المفتش العسكري العام للقوات المسلحة الفرنسية والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث ومناقشة عدد من القضايا والمحاور، أهمها تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين على كافة الأصعدة، بالإضافة إلى الدعم الفرنسي للقوات العراقية في المرحلة المقبلة. تنفيذا لتوجيهات السيد وزير الدفاع والسيد رئيس أركان الجيش الخاصة بالعودة إلى السياقات العسكرية، عقدت المفتشية العسكرية العامة في وزارة الدفاع مؤتمرا في مقر المفتشية عن تفعيل مذاخر التموين، حيث أكد المفتش العسكري العام لوزارة الدفاع على أن الرجوع للعمل بالمذاخر سيعود بفوائد كبيرة على الجيش كضمان جودة المواد التي يستعملها المقاتل ولتقليل الزخم على الوحدات، مبينا أن الأرزاق التي يتم توزيعها من المواد الجافة والرطبة من هذه المذاخر ستكون من إنتاج عراقي. من أجل معالجة السلبيات والوصول إلى أعلى مستوى من الجاهزية، باشرت المفتشية العسكرية تفتيشاتها للفرق والوحدات والتشكيلات العسكرية التابعة لقيادة الدفاع الجوي. تفاصيل والتقرير التالي. تستمر المفتشية العسكرية لوزارة الدفاع بخطتها التفتيشية لعام 2018، والتي تهدف إلى رفع الجاهزية في الجيش العراقي، حيث زارت المفتشية العسكرية قيادة الدفاع الجوي لغرض الوقوف على آخر تطورات عمل القيادة وإجراء التفتيش الفحصي لها. حقيقة أخذنا جولة في مفاصل القيادة، وكانت مبادرات كثيرة من قبل الأخ القائد والأخوة في قيادة الدفاع الجوي. مقر قيادة نلاحظ به هناك إبداع، هناك تطور واضح، هناك عمل دؤوب لحماية الأجواء العراقية. مثل ما تعرف هذه القيادة تأخذ على عاتقها حماية الأجواء العراقية من التهديدات الجوية المعادية، وإن شاء الله مستمرين هذا طيلة هذا الأسبوع لفحص مديريات القيادة ومقرها والوحدات المرتبطة بها. دورنا اليوم تفتيش مديرية الهندسة الجوية، راح نفتش المقر وكذلك الأقسام كافة للاطلاع على أهم المعاضل والسلبيات وكيفية تجاوزها. من جانبه رحب قائد الدفاع الجوي بضباط المفتشية وملاحظاتهم للوصول إلى أعلى المستويات في العمل، لا سيما وإن الدفاع الجوي يعد قوة ضاربة لما له من أهمية في حماية سماء العراق من أي اعتداء خارجي. قيادة الدفاع الجوي هي أحد قيادات الجيش العراقي، يعني إحنا اليوم المفتشين قاموا بالتأكد من تطبيق الأسس والمعايير والخطط القتالية وفق ما معد، وهذه طبعا هي يعني تصب كل هذه في رفع القدرة القتالية في كافة الجوانب للقوات المسلحة العراقية. جاءت زيارة المفتشية العسكرية من أجل إرساء قواعد العمل في قيادة الدفاع الجوي والعودة للسياقات العسكرية الصحيحة. محمد الموسوي، إعلامي وزارة الدفاع. تنفيذا لتوجيهات السيد وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش بضرورة أن يكون عام 2018 عام التدريب وبناء القدرات، عقدت مديرية التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع مؤتمرها الأول لمدراء إعلام القيادات والأسلحة والصنوف والمديريات في وزارة الدفاع في مقر الوزارة، حيث تناول المؤتمر دور الإعلام خلال هذه المرحلة، لا سيما بعد الانتصارات التي تحققت وتحرير الأراضي العراقية، والتأكيد على رفع الروح المعنوية للمقاتلين ومحاربة الشائعات وإدامة جسور التواصل مع المواطنين. بعد التضحيات الجسيمة التي قدمها أبطال قواتنا المسلحة وتحقيق النصر، احتفلت جامعة الموصل بمناسبة الذكرى السنوية 51 لتأسيسها وبحضور قائد عمليات نينوى ومدير التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع ومحافظ نينوى. تفاصيل مع محمد الشويلي. بعد أن انجلى الظلام وأشرقت شمس الحرية، احتفلت جامعة الموصل بمناسبة الذكرى السنوية 51 لتأسيسها بحضور قائد عمليات نينوى ومدير التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع ومحافظ نينوى وعدد من المسؤولين والأكاديميين وطلبة الجامعة. احنا جينا هنا بيوم الجامعة، جينا نقدم التهاني باسمنا ونيابة عن التشكيلات
عن القادة الآمرين المنتسبين لجامعة الموصل، هذا الصرح الكبير العظيم اللي رفض ليس العراق إنما رفض العالم بعلماء وبكوادر كان لها بصمات في مسيرة الإنسانية. سعيدين من أعماق قلبنا أنه نكون بيناتكم ونشارككم هذا الاحتفال. جامعة الموصل رمز من رموز مدينة الموصل وصرح يشار إلى بالبنان ليس في العراق فقط. هذه الجامعة تمتاز برصانتها العلمية، أبطالنا رووا بدمائهم أرض هذه الجامعة من أجل تطهيرها، أبطال العمليات الخاصة، الجيش العراقي، بقية الصنوف، وأيضا الهندسة العسكرية البطلة اللي ساهمت في تطهير أرض الجامعة من العبوات الناسفة. علاقتنا بهم حميمية وقوية كباقي فئات المجتمع بالموصل. نتمنى لهم مزيد من التقدم، نتمنى ترجع جامعة الموصل إن شاء الله كما كانت بسمعتها الرصينة، وترجع وتبقى رمز من رمز مدينة الموصل الحدباء. هذا الاحتفال بعد أن قام داعش باحتلال جامعة الموصل، وكانت عام الماضي ذكرى 50، ولكن لم تتاح لنا الفرصة بالاحتفالية، وهذه السنة الحمد لله الاحتفال بتأسيس جامعة الموصل لمرور 51 سنة على تأسيسها. هذه الجامعة العريقة التي تعرضت لهذا العبث، لهذا الدمار من قبل عصابات داعش، ولكن إرادة العراقيين كبيرة إن شاء الله، وتبنى يوما بعد آخر، وبعم من الله تعالى ستعود الجامعة إلى ما كانت عليه إن شاء الله. طلبة الجامعة أثنوا على الدور الكبير للقوات المسلحة في عودة الحياة الجامعية لمحافظتهم، وأكدوا بأن جامعة الموصل تمثل صرحا علميا يعكس ثقافة المجتمع العراقي. قوات المسلحة يعني هذا دين قدمونا إياه، ولو مو هم احنا ما كنا موجودين هنا، وضحوا بحياتهم وضحوا بعوائلهم وضحوا حتى احنا نتواجد بهذا المكان. مثل ما تعرف مرت علينا فترة دامية اللي فاتت، ولو مو هم احنا كان ما كنا بهذا المكان اكيد. اليوم نحتفل بالذكرى 51 تأسيس جامعة الموصل بعد تحريرها من دنس داعش الإرهابي. لأول مرة بجامعة الموصل استطعنا ان نرفع العلم العراقي بها بإشراف السيد رئيس الجامعة أبي الدوتشي وعدد من المسؤولين، وكذلك الفضل يرجع كله للجهد العسكري اللي وقوات الأمنية اللي ساهمت إنه نرجع الجامعتنا بعد فراق دام 3 سنين، ورجع العلم بها والحمد لله. وتزامن مع عيد الجامعة أقامت كلية الإدارة والاقتصاد معرضا فنيا تضمن نشاطات وأعمال يدوية من المنسوجات والألبسة، فضلا عن عرض نظام التعلم الإلكتروني الذي يخص جميع المقررات الدراسية. نظمت كلية الإدارة والاقتصاد بمناسبة 51 عاما على تأسيس جامعة الموصل معرضا للأشغال اليدوية ليساهم بها موظفين وأساتذة وطلبة كلية الإدارة والاقتصاد بمناسبة هذا اليوم. فكانت هناك فعاليات للأقسام، ابتدأنا بمعرض مثل ما تشوفون خلفي اللي هو يمثل موظفي الكلية، وانتقلنا إلى معرض قسم نظم المعلومات اللي شغلهم على نظم المعلومات الإدارية. عيد الجامعة جامعة الموصل وإلى معرض كلية الإدارة والاقتصاد، حيث تم عرض نظام الإلكتروني، نظام موديل التعلم الإلكتروني. هذا النظام هو نظام مطبق في جامعة الموصل قسم نظم المعلومات الإدارية. من خلال هذا النظام نستطيع إدارة جميع المقررات الدراسية، ويتيح للطالب والأستاذ الالتقاء في الفضاء الإلكتروني متغلبا على عدة عوائق، هي عوائق الوقت والمكان وعدم حضور الطالب في العديد من الظروف إلى الجامعة. مجهودهم وحرصهم على واجبهم، وبعد سهر وتعب رجع ليل بغداد فرحونا وطلعنا كنا نحتفل وفخورين بهم. حتى نحافظ على تعبهم اختار صح. تضحيات جسيمة قدمها أبطال الجيش العراقي لحماية إخوانهم النازحين من بطش العصابات الإرهابية. هكذا نذر أحد الضباط البواسل أغلى ما يملك عندما احتضن إرهابيا مفخخا بزي امرأة
التفاصيل مع التقرير التالي. 30 يوما يسيرون في الصحراء بعد أن نزحوا من مناطقهم قسرا وهربا من بطش دواعش الأرهاب والجريمة، ليجدوا بعدها حضن الأمان والطمأنينة حين وصلوا إلى قواتنا الأمنية البطلة، وليشعروا بأنهم فعلا على قيد وطن الغيرة والجود والبسالة. احنا نزحنا من بعاج يوم برمضان 7 برمضان، طلعنا باتجاه الجزيرة، قاموا يأخذون بعض الناس على سوريا، فاحنا طلعنا باتجاه الجزيرة، ظلنا نمشي شهر بالصحراء إلا ما جينا على 1.60 كيلو بالرمادي من طريق الرطبة اعتبارا. طبينا غادي الساعة 12 بالليل، تلقونا استقبلونا أخو استقبال جيش ما أعرف حشد، المهم قوات أمنية استقبلونا أخو استقبال، وخذونا انقلونا بالوازات مالهم سيارة كبارة اعتبارا على المخيم 1.60 كيلو، ب 12 بالليل طبونا. طبعاً نمنا حتى لا تعشين لا شيء، عوائل كلها تجضعت ونومت. وعن كرم البسلاء يتحدث المواطنون الأصلاء، الكرم بالزاد والماء والتحية وحسن الاستقبال، ويعلو عليها الكرم والجود بالنفس والدماء. فالمقاتل الضابط عدي يحتضن داعشياً انتحارياً جباناً تسلل بزي امرأة ليفجر جسده النتن وينثر شظايا حقده على الأبرياء، ولكن عدي العراقي البطل جعله يقف عنده وينفجر معه فداء للوطن والناس والواجب. ما ظل بها عمر جبرنا إلا نطلع، يعني ما بها حل، نروح عليك يا الله نقول احنا عراقيين هم عراقيين. في يوم طبينا والله يعني شفنا شيء استقبال، يعني مثل ما أبي استقبل ابنه أو أخي استقبل إخوانه، والله أكو عجوزة معنا من صاحبة ما تقدر أبوها ابنها يدرج بيها، تلقوها من هنا وشالوها حطوها بالسيارة عسكرية. أكو واحد اسمه مدني نقيب له مقدم، يعني أنزل من الضابط يظل واقف عند الباب اسمه عدي بالـ1.60 كيلو. أنا من شفته شافني قال أنت شنو مشي؟ قلت له عبايدي طب على ظهري، قال حياك الله إيش تحتاج إحنا حاضرين. وقمت اخذ لي ميانة علي اخذ مي، مدي تيجي على المجمد مال مي، هو بسدنا واقف عند الباب، والله قالوا الزمه هذا لابس ملابس نسوان شايل شنطه، اكثر ما اثرت الشنطه علي نحن مع ما لزمت شنطه طقت، هو طق اثنينهم ما لزمه اثنينهم تقطعوا، هذا عدي نقيب مدي مقدم قطع عقوب شافوا التصاوير وقال هذا شوفوا من قطع وهذا شو اسمه عرفوه لابس مقطوع راسه مثل هناك ملقوح راسه لابس ملابس نسوان، يقولوا له ما اكيد عنده علم صار انه هذا الشخص يعني او انتحاري او يعني عنده علم يعني تجاوز، فدك عليه ولزمه، يعني ما عمل لزمه افتره هو. يعني حسيت مثل الضجه مثل الكونه، بس بعدها كتورت شلون يوم تطفي هالصوبه وتطفي دخان ابيض، بعدها ما اعرف اذا انا طبقا صوت اللي قحت من هناك ادحق بسدي من هنا، واحد مقطوع واحد رجله مقطوعه قطع ملقوحه بس جوارب ورجله. عندما يجود المقاتل الباسل بدمه ليروي خصبه ارضه الطاهره ويحمي اهله من شرر الاعداء والارهابيين، فانه بذلك يضرب اروع الامثله في التضحية والفداء والغيرة العراقية الأصيلة، فالجود بالنفس أقصى غاية الجود. من أجل حصر السلاح بيد الدولة وفرض سلطة الأمن والقانون، شرعت قيادة فرقة المشات 11 ضمن قيادة عمليات بغداد بحملة تفتيش لعدد من المناطق في قاطع المسؤولية في جانب الرصاف. والتفاصيل وأيوب الصافي. ضمن عمليات البحث والتفتيش التي تنفذها قيادة عملية بغداد لحصر السلاح بيد الدولة والحد من إطلاق العيارات النارية، نفذت القيادة عملية في جانب الرصافة وتحديدا في قاطع عمليات الفرقة 11، وأسفرت العملية عن تحقيق نتائج إيجابية. راح يكون عندنا واجب هو تفتيش منطقة لحصر السلاح بيد الدولة، نفذنا اليوم احنا في قاطع الرصافة، في جزء من قاطع الرصافة راح نسوي تمرين اخر في الرصافة، وايضا في الكرخ راح يصير نفس التمارين. قلت هاي كلها تحضيرات حتى تكون عملية انتخابات تجارية ان شاء الله
تمشي بوفق ما مخطط له في قيادة عمليات بغداد. وتأتي هذه العملية كرسالة اطمئنان تبعثها قيادة عمليات بغداد للمواطنين بأنها قادرة على حمايتهم، وكذلك رسالة تحذير لكل من يريد العبث بأمن المواطن. على ضوء توجيهات القائد العام للقوات المسلحة بضرورة فرض القانون وضرورة نزع السلاح وحصر السلاح بيد الدولة، باشرت قطعات الفرقة 11 بعملية كبيرة تضمنت العملية استحضارات كبيرة ومؤتمرات، وبدأت العملية اليوم الساعة 7:00 ضمن قاطع 45 لواء 45 الفرقة 11 ولواء 44 فرقة 11. حقيقة قواطع المسؤولية اللي صارت فيها العملية هي مدينة الصدر والشعب، واحنا الان حاليا متجهين لتنفيذ عمليه تفتيش في منطقه 7 قصور. فيما رحب المواطنون بهذه العمليه معتبريها ضروريه بحصر السلاح بيد الدوله ومنع الخروقات وتحقيق الامن الذي يعد مبتغى الجميع. اهلا وسهلا بكم، وان شاء الله يسود الامن والاطمئنان ويرجع لنا مثل ما كنا بلدنا ونعيش بسلام ان شاء الله. والله احنا نرحب بهاي الحمله، اول مره يقضون على هاي الشغلات مال شغلات الرمي، ما رمي، لان العالم تاذت من وراء الرمي وتاذت ناس، تاذت لازم يقضون على هاي الشغله هاي. اي والله شجعهم، اي والله خلي يطبون ياخذونه، خلي ياخذون السلاح لان تاذينا. هذه العملية وغيرها من العمليات التي تنفذها قيادة عمليات بغداد الغرض منها بسط الأمن وجعل المواطن يشعر بقوة الدولة وقدرتها على حمايته وردع كل من تسول له نفسه الاعتداء على أمن بغداد. من بغداد لإعلام وزارة الدفاع أيوب الصافي. جهود كبيرة ومستمرة تبذلها سرية الأهوار التابعة لقيادة عمليات الرافدين من أجل توفير البيئة الأمنية الآمنة للمناطق الأهوار وسكانها، والتي أصبحت منفذا سياحيا واقتصاديا وحضاري مهم لا سيما بعد دخول إلى لائحة التراث العالمي. التفاصيل وفائق العطواني. تشهد مناطق الأهوار إقبالا واسعا من السياح من داخل العراق وخارجه، لا سيما بعد دخولها ضمن لائحة التراث العالمي، مما يتطلب جهودا أمنية إضافية لحمايتها. أوقوا معنا وهذه التغطية الخاصة مع سرية أهوار الشبايش وجهودها في توفير البيئة الآمنة لتلك المناطق الحيوية. سيادة العقيد، تحدثنا عن طبيعة الواجبات لزوارق النهرية في أهوار الشبايش، تأمين حماية لهذه المناطق الحيوية سواء للمنطقة وثرواتها وكذلك السواح. بسم الله الرحمن الرحيم. تعتبر سرية الأهوار أحد مفاصل أو أحد الوحدات التابعة إلى قيادة عمليات الرافدين، وليتم إشراف عليها من قبل قيادة عمليات الرافدين. وأوجدت هنا قوة من سرية الأهوار في منطقة الشبايش، خصوصا في المناطق السياحية التي يرتادها السواح سواء الأجانب أو العراقيين بصورة عامة، ويولي حماية وتسيير دوريات في هذه الأماكن ولحماية السواح والناس اللي والزائرين لهذه المناطق الموجودة. أكثر الأيام تشهد تواجد السائحين في هذه المناطق؟ أكثر أيام التواجد يكون تواجد هو يوم الجمعة والسبت، يعني يكون تواجد أكثر، يعني نقول في أيام العطل والمناسبات. نعم، خصوصا أيام العطل والمناسبات، وخصوصا الأعياد الفطر المبارك والأضحى والمناسبات الوطنية الموجودة عندنا، أكثر شيء يتواجد من خلال طلبة المدارس والناس المدنيين يجون في هذه المناطق ويتوسعون في هذه المكانات. مخصصين دوريات بتنسيق مع الجيش يومية، 5 دوريات داخل الأهوار مكان غير مؤمن، ويكون إجراء تفتيش يومية. إيش نقصد غير مؤمن؟ يعني الأهوار عميقة، ما عندكم تأمينكم مناطق محددة، لو هي كلها مؤمنة لكن تجري عمليات تفتيش بها؟ الغرض التفتيش. نعم، غرض تفتيش ونأمن الحماية للسائحين. إذا مشاهدنا مثل ما تلاحظون هذا أحد الواجبات الاعتيادية اللي تقوم به سرية الزوارق النهرية في أهوار الشبايش، عدا أنه في أيام المناسبات والعطل سيكون هناك تواجد كبير للسواح وتكون هنالك مهام ودوريات إضافية لتأمين هذه المنطقة. ابقوا معنا مع الأبطال في هذه التغطية الخاصة.
حدثنا عن الحياة في الأهوار، البيئة اللي توفرها القوات الأمنية، طبيعة تعاونهم مع يعني مع الناس اللي يسترزقون بهذه الأماكن للسياحة وأيضا مع السائحين. والله بالنسبة إحنا هاي الناس تجي، الوضع الأمني كل جيد، والناس إحنا عيشتنا على الله على السفرات، والحمد لله شكر القوات الأمنية كل جيد. هسه إحنا وين ما نروح ننزل بالأهوار هما وياه، والوضع الأمني كل جيد ما أشوف الحمد لله. أو إحنا اللي نشوفه مثلا شيء مو مناسب لنا نطلع عنه معلومات، أي إنسان مثلا يسوي حدث مو زين إحنا حتى أرقام نعتب. والله الحمد لله احنا اليوم نعيش حاله كلش امن واستقرار بوجود الشرطه والقوات الامنيه، كلش موفرت لنا شيء حلو. يعني السائح من يجي اجنبي او من محافظات العراق عامه يشوف اكو امان، يشوف اكو حمايه للسائح، اي تعرض ما يصير له. السائح من يطلع منا من يمنا يقول عاشت ايديكم على هذه الامن على استقرار، هذه ما اكو فوضى. حقيقه هو واجب هذه السريه حفاظ على امن واستقرار هذه المناطق وخاصة منطقة الأهوار، ومحافظة على الزوار السائحين من داخل العراق وخارج العراق، لأن تكون هنالك زيارات مكثفة، وخاصة في الآونة الأخيرة اعتبرت الأهوار من المناطق التي تكثر فيها الزوار في المحافظات الجنوبية من محافظة ذي قار ومحافظة ميسان. إدامة الحياة في تلك المناطق الحيوية والمهمة يتطلب جهداً أمنياً مستمراً وبتنسيق عالي، وهذا ما تعمل عليه جميع الأجهزة الأمنية ضمن قيادة عمليات الرافدين من أهوار الشبايش. لإعلام وزارة الدفاع، فائق العطواني. شهدت مديرية المطابع العسكرية إحدى مديريات التدريب العسكري تطوراً كبيراً في مجال طبع المناهج العسكرية والسجلات والنماذج وطباعة جريدة خيمة العراق. التقرير مع سلام الربيعي. هذا القسم بقسمين فشعبتين فعالة مهمة جدا، وهو اللي هو شعبة التنضيد اللي أمامكم تشوفونه، اللي يتضمن الحاسبات اللي يدخل بحسابات الكلف الموكلة لهذه المهمة من ناحية حساب الورق والأحبار وغيرها، ولذلك ممكن أنه تكون مثلا تندفع بأي ماكينة راح تعمل سواء الأوفسيت أو الكونيكا أو المعدات الأخرى. سيادة العميد، يعني وضحت لنا القسم الأول القسم الفني، قلت راح ننتقل إلى قسم ثاني، وإحنا لسه موجودين في هذا القسم، ويعني الشباب هنا موجودين دا يعملون، وضح لنا طبيعة هذا العمل هذا القسم. هذا القسم طبعا مهم بعد القسم الفني، راح القسم الفني يودينا ورقة العمل وين؟ إلى قسم الطبع، ينزلها كعمل. ورقة العمل شلون تجي؟ تجينا كتاب من الوحدة الأساسية، راح تجي على المديرية مالتنا، احنا نسوي بها كتاب موافقة من دائرة التدريب، من دائرة التدريب راح تجينا الموافقة، بعد ذلك راح ننزلها بورقة عمل. نعم كما هذه هي الورقة، ممكن الكاميرا. نعم ورقة عمل وفق السياقات اللي تريدها المراجع وننفذها. ما ممكن عمل أي مطبوع مهما يكون درجته وأهميته إلا بموافقة المرجع. هاي ماكينة تكسيرات اشتال ألماني، شغلها تكسر الملازم. احنا يجينا الورق من الطبوع مطبوع على شكل صفحات، هاي كل صفحة تسمى ملزمة. هاي الورقة تدخل بالماكينة، من بعد ما نكمل يعني نترس الماكينة بالورق تطلع كسرة أولى وكسرة ثانية كسرة ثالثة. هسا هاي لا أريد نفتحها تطلع ورقة كاملة. شلون هاي بس بالماكينة يعني صايرة تطلع الانتاج هذا، ياخذها الوارلق تضربها الشباش والمصط تطلع كسره هيجي، بعدين تجي هيجي تطلع كسره ثانيه، بعدين تطلع كسره ثالثه. حقيقه هذا هي شعبه الاوفسيت تابعه لقسم الطبع، بها مكائن الأوفسيت وقسم منها تم جلبها من الموصل مع المعارك مع داعش الإرهابي، وتم جلبها إلى
المطابع العسكرية وموافقة السيد وزير الدفاع والسيد رئيس أركان الجيش تم تخصيص مالي إلها وتم صيانتها من قبل كوادر عراقية بحتة، وكما تشاهدون الآن أصبحت مهمة جدا في طبع كافة المطبوعات. هذه المطابع اللي تشوفوها هذا المكان كان زمرة الإرهاب الداعشي يستخدموها في طبع يعني كل عباراتهم التكفيرية وكل ما يحرض على قتل المواطنين الأبرياء ويحرض على قتل أبناء القوات المسلحة. هذه المطابع تم التحفظ عليها وتأهيلها بكوادر عراقية، كوادر الجيش العراقي لتفيد المؤسسة العسكرية. نوثق حقيقة يعني مشاهد من الفن والإبداع لرجال الجيش العراقي، رجال المؤسسة العسكرية. هذه هي مراحل إنجاز السجلات والكراسات. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شلون الله يحفظك. أول شيء نقول لكم عاشت إيديكم. الله يوديك الله يسلمك. هنا طبيعة شغلك التجديد اللي تقوم به. والله هي مثل ما فهمك سيد المدير، إحنا تجينا مراحل منا يبدي أول شيء بالكبس. نكبس المطبوع، يجينا ورق نكبسه ويدخل هنا مرحلة أولى كتب طين ويافته، ويجي هنا النوب يسوينا الجلاد ماله، وآخر مرحلة تبقى مرحلة التبطين، وآخر شيء للكبس يروح ويجهز. الشيء المفرح إنه ده نشوف أكو سرعة وأكو إتقان بالعمل، يعني ما شاء الله، يعني ذني يمكن شغل اليوم. إي طبعًا كل شغلة يدري، مو هاي الممارسة، يعني بعد ما مارسنا يوم بعد يوم يصير عندنا خبرة أكثر بالشغل. عمل التصحيف والتجليد يحتاج إلى خبرة، إلى فن، إلى سنوات حتى يكمل هكذا سجل بعد مراحل عديدة. هنا ينتهي، هذه خاتمة السجل. مثل ما شاهدتوا حقيقة يعني هذه هي جهد كبير للمطابع العسكرية في هذا العام، هو عام العودة للسياقات الصحيحة. واجبنا انتهى على وزارة الدفاع، وثق لكم بالصوت والصورة عمل المطابع العسكرية. كنت معكم سلام ربيعي. استقبل قائد عمليات بغداد عددا من المواطنين في مقر القيادة للنظر في شكواهم وطلباتهم، حيث عبر المواطنون عن سعادتهم وارتياحهم للاستجابة السريعة لقائد العمليات. التفاصيل وكرار الربيعي. استقبل السيد قائد عمليات بغداد عددا من المواطنين للنظر في شكاواهم وطلباتهم، وكانت الاستجابة فورية لتلك الطلبات، حيث أبدى المواطنون ارتياحهم لمثل هذه المبادرات التي تقوم بها قيادة عمليات بغداد. احنا اتخذنا انه سوي لقاء اسبوعي مع المواطنين، يعني كل المواطنين اللي عنده شكاوي ولا عنده يراجع قيادة عمليات بغداد، ونسمع من عنده ونوجهه بالتوجيه الصحيح من خلال اتصال مباشر سواء بالإخوان قادة الفرق جيش شرطة اتحادية حتى نسوي إجراء فوري ونعالج المعضلة اللي جاي من عندها المواطن ونسهل أموره، أو الاتصال مع مراكز الشرطة حتى يقومون بتحرير دعوة قضائية ضد الشخص المخالف. وفي السياق ذاته كرم السيد قائد عمليات بغداد عددا من منتسبي وضباط قواتنا الأمنية وبعض من منتسبي وزارة الدفاع لقيامهم بأعمال بطولية وإنسانية تعكس صورة مشرقة لجيشنا البطل وقواتنا الأمنية بكافة صنوفها. هذا الباب هو باب تشجيع المقاتل حتى يكون بالمستوى الأمثل. نحن اليوم نريد مقاتلنا فعلاً يشعر أنه قيادة تابعة وتدعمه حتى يسوي الأفضل بعد. هذا النهج اتخذناه أيضا يعني منذ تولينا المنصب ومستمرين به، ويوميا إحنا بكافة تشكيلات قيادة عملية بغداد سواء جيش أو شرطة اتحادية أو شرطة بغداد أو مكافحة إجرام أو خلية خطف، إحنا أسبوعيا الحالات المميزة نقدم لهم دعم ومساعدة حتى ومكافآت تشجيعية
النهج الذي اتبعه قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الرباعي في تكريم الحالات المتميزة التي يقوم بها المقاتلون ضمن قواطع مسؤولية القيادة، كرم قائد العمليات مجموعة من الضباط والمراتب في وزارة الدفاع والداخلية لما قدموه من عمل متميز وبطولي لحفظ أمن وسلامة العاصمة بغداد الحبيبة. عدسة برنامج حماة العراق تجولت بين المواطنين بعد عودة الحياة إلى مدينة الموصل. التقرير مع فائق العطواني. جهود أمنية كبيرة تبذلها جميع الأجهزة الأمنية ضمن قيادة عمليات نينوى لتقديم واقع أمني متميز لأهالي المحافظة. ابقوا معنا وهذه الجولة الخاصة. حياك يا جيش العراق يا خالدا طول الزمن، ستهز أوكار النفاق وتظل سورا للوطن. قلوبنا أرواحنا سيوفنا معك يا ذخرنا يا فخرنا للنصر نتبعك. الإشادة بدور المواطنين من أهالي محافظة نينوى بالتعاون والتنسيق معهم والاستدلال عن كل ما يدور للجانب الأمني مع الأجهزة الأمنية، هذا الدور الإيجابي أنطى صورة حلوة وجميلة عن أهالي محافظة نينوى والخيرين الطيبين. والله الوضع الأمني بالموصل جيد جدا وفضل القوات الأمنية طبعا في كافة الصنوفات وتسمياته، وطبعا تعاون بين الناس أهل المدينة وبين القوات الأمنية، لولا هذا التعاون كان الأمن كان هش، بس نحمد الله ونشكره تعاون وثيق بين القوات الأمنية وبين الأهالي طبعا، وزاد بالخير بالموصل وإن شاء الله ترجع الموصل مثل ما كانت قبل وأكثر. فرحتكم بعد رجعتكم من منطقتكم؟ إي والله صحيح، والله يعني شلون أقول لك إياها، يعني من رجعنا صار حتى فرحنا، ما يعني شعور لا يوصف. اليوم شو تحس من تشوف جندي عراق واقف بالشارع؟ والله بالقرآن صح حتى ولا كنا نتوقع، هسه من شفته والله بالقرآن ينرفع راسي، وإن شاء الله ترجع الموصل مثل ما كانت. لن تنثني رغم المصاعب والمحن، لن تنثني رغم المصاعب والمحن. والله الحمد لله، يعني الوضع الأمني مستقر، وهاي من يوم التحرير ما شفنا أي خرق أمني، ومتعاون أكو بين المواطن وبين المنتسبين، والحمد لله والشكر، يعني حياة كلش طبيعية وناس تسوق وأكو حركة بالسوق موجودة. ما نشوف عند الشارع، يعني هسه أنا بيتي بذاك جانب اليمن يومين بالعشرة ونص 11 عبر ماكو أي إشكال، ويعني من هنا بالمثنى نشوف بس سيطرة وحدة، وهذا ما أشوف سيطرة تخليج جسور، والحمد لله يعني مسيطرين على الوضع جيد جدا. هذا اول مول ينفتح بعد التحرير بالموصل، وان شاء الله المول بشركات اجنبيه، استثمار حلو، الوضع امان، حركه الناس كل جيده جدا. مع العلم هو المول بطرة في الموصل، بس حركه الناس عليه يعني كلش اقبال رائع، وهذا كله يدل على أنه الأمان الموجود، الأمان السواد جيش اللي وفره خلى الناس تطلع براحتها وتشوف وتسوق وتستمتع. هذا هو الإنجاز الكبير اللي إحنا كنا نتمناه بالموصل وصار إن شاء الله، وده يتطور أكثر إن شاء الله. سيروا بعين الله وامضوا للقتال، أنتم رجال الحق يا نعم الرجال، أنتم رجال الحق يا نعم. الحمد لله رب العالمين، الفضل أولا وأخيرا لله سبحانه وتعالى أن تنعم مدينة الموصل ومحافظة نينوى بكاملها بأمن جيد. حقيقة تعاون كبير بين المواطنين وبين الأجهزة الأمنية، نستلم على طول سيل من المعلومات من أهلنا عن بقايا داعش، معدل العمليات يعني وموجودة وتقارير ترفع إلى قيادة العمليات المشتركة وإلى وزارة الدفاع وحتى
الجهات الأخرى، يعني تقريبا كل يومين والثالث كمعدل أدنى عملية تقوم بها قواتنا الأمنية سواء كانت جيش أو شرطة أو حشد، سوية في سبيل القضاء على ما تبقى من إصابات داعش، والنتائج موجودة. ركيزة الأمن كما ذكرت هم الأهالي. الآن معظم أهالي مدينة الموصل إن لم يكن جميعهم رافضي الرفض قطعي لوجود أو عودة إصابات داعش أو أي تنظيم إرهابي إلى المحافظة. بعد تحريرها من عصابات داعش الإرهابية، تشهد مدينة الموصل ارتفاعا ملحوظا في جميع مفاصل الحياة اليومية في ظل أوضاع أمنية مستقرة. من مدينة الموصل لإعلام وزارة الدفاع، فائق العطواني. إلى هنا سادة المشاهدين، حلقة البرنامج قد انتهت. ملتقانا في الأسبوع القادم، إلى ذلك الحين دمتم في أمان الله وحفظه. مديرية التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع قدمت لكم حماة العراق.